اشياء تراثيه، بس انا بتكلم عنك عفوا معاك بمسلسل اخوان مريم. نعم. ابيك تكلمني بس عن دور الشيخ مبارك. اي الصباح. مبارك الاول يسمونه مبارك الاول. اخوان مريم يتكلم عن تاريخ الكويت قبل 400 سنه تقريبا، اول ما عائله الصباح مسكت الحكم. العائلة الكريمة اللي الحمد لله الله نعم علينا في هالبلد انها والشعب الكويتي اختارها وارتضاها للأمانة والله يعني، والأحداث كانت جميلة جدا وبسيطة وتعبر عن التماسك اللي صار من البداية، ان شلون أهل الكويت تمسكوا في هالعائلة هذه يبونها من البداية، وكان في إيضاحات جميلة جدا في العمل. هو العمل يتكلم عن صباح الأول، طبعا بالمدرسه احنا درسنا الموضوع صباح الاول وكذي وعياله. انا واحد من عياله الخمسه، فكنت ماخذ دور الشيخ مبارك. طبعا كان في الناس لما نزل لي اكثر من خبر بالجريده ان بالجريده وفي جميع وسائل الاعلام عبالهم ان انا دور الشيخ مبارك اللي هو اسد الجزيره. وانا نزلت لي صوره يعني الملامح واللبس وكذي، فعبالهم ان انا لا ماخذ مبارك الاول. طبعا كل اسم مبارك في عائلة صباح يعني كان شخصيه قويه حازمه. صح. معروفين يعني اسم مبارك يكون وايد لا وزنه يعني. صح. في عائلة الصباح والبشت. تكلمنا عن البشت. البشت هو كان مصطلح انا قلته في الجريده. قلت يعني انا افخر في لبس بشت الشيخ مبارك اللي هو شخصيه تجسيد هذا. اها يعني ما قصدت البشت. ما قصدت، كان وصف مجازي. لشخصيه الشيخ مبارك. الشيخ مبارك يعني كانت احداثه جدا جميله. كان متعاون جدا مع اخوانه، مع اخوه عبد الله، مع ابوه، كان حنين متعاون جدا يعني، وكان يمشي على نظام الشورى اللي للحين موجود ما شاء الله يعني. اللي هو نظام الديمقراطيه. اي طبعا اكيد. يعني طبعا انت اول عمل لك كان الدايه اول عمل. اي بس طبعا في سؤال انا بسالك يا جاذرينج يمكن ما يعرفونه. انت قبل ما تصير ممثل انت كنت اساسا مغني ونزل لك سينجل. ونزل لك لا 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 إشاعة إشاعة. لا نزل لك سينجل من 2000 ل 2002 مع كاسيت منوعات. لا مو صحيح. لا انت تدري مو صحيح. لا كان في مشروع اني انا راح اتاكد من العصفوره قاعده تمشي من هناك. عصفوره. لا لا اسئله على هالسؤال. قولي لا والله لا خل اقول لك شغله. يعني كان في مشروع اني انا اغني احنا راح نسوي واحمد ربي وبذبح ذبيحه انه ما صار. زين ليش 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 زين ليش ما صار وليش اتجهت حق التمثيل؟ يعني ابي الجواب. اول شيء نظام الغناء يعني جميل جدا، بس للاسف قاعد ينظلم في الفتره هذه. يعني احنا كلنا عارفين ان المطربين حاليا وشركات الانتاج قاعد تسوي ما في البومات حق المطربين قاعد تخسر ما قاعد تربح. صح. من شنو؟ من المنتديات، من النت. انا شفت لكم حلقه وايد حلوه تتكلمون فيها عن المنتديات وعن جوجل وعن الشغلات هذه. دش تبي اي اغنيه تنزلها وببلاش. صح. في جزئيه ذاك اليوم انا قاعد اسولف مع واحد من ربعي المطربين الله يذكره بالخير، ما ابي اقول اسمه لان كل ما اقول له يقول لي اي والله قاعد تعور قلبي، اي والله صح، اي والله اي والله قلبه متروسه. واي قلبه متروسه. فقلت له في جزئيه الجمهور قاعد يضرك فيها وهو ما يدري، وهو ما يقصد، هو لانه يحبك قاعد يسوي هالشيء بس هو ما يدري انه قاعد يرد عليك اي دي. شلون نزل البوم حق هالمطرب او حق منو ما كان من المطربين، لانه متشوق يبي يسمع هالمطرب ويحبه. هو ما يحسب حساب الجمهور، ما يحسب حساب انه هو لازم يكلف على نفسه ويروح يشتري السي دي يعني دينارين ولا فدا. لا بالنت يقوم ينزله فور شير خلاص، هو حابه ويبي يسمع بس هو ما يدري انه ضره بنفس الوقت. بالضبط. ضره انه قلت مبيعات. طبعا يعني شركه الانتاج هي شلون ترفع من اجر المطرب وشلون تدعمه لما تشوف مبيعاته. المبيعات هو قاعد ينسمع. زين ليش ما يسكرون فور شيرد اذا قاعد يضر المطربين؟ مو بس فور شيرد، حتى المواقع هذه ما يقدرون يدشون بالانترنت. بس المطربين قاعدين يعرضون هالشيء بالحفلات. اي بس اللي دش طبعا صارت الحفلات والظهور اعلاميا بالبرامج هو رزقهم الوحيد من الفن اللي هو الغناء. بس هذا معناته خساره في دروب. اي بس شركات الانتاج بالدور اللي كانت تنتج مثلا عندك شركه روتانا كانت من افخم الشركات وكانت تشتري الفنان بمليون. وقفوا مع ناس عقود ناس وايده. والامانه روتانا يعني ما وقفت عقودهم مع هالناس لان تقدير من قيمتهم. لا
لان في بجت معين، في ميزانيه معينه مو قادرين يغطونها حق، فما يصير تخسر، فبالتالي تصير عمليه اختياريه. انا عندي مثلا 10 لازم اصفيهم الى 5 ميزانيه عند الرجال. زين يعني ما يقدر. هذا هو السبب اللي خلاك ما تغني؟ لا انا اقول لك هذا توني اكتشفت ان الحمد لله لمن الله ما كتب هالشيء. زين ما كتبه لسبب، انا واحد من هالاسباب شفتها الحين بعيني يعني. اسباب اتجاهك للتنفيذ شلون؟ حاسس ان صوتك حلو؟ لا طبعا. ليش يبيك تغني؟ لا يبو مالك ابد. زين اسباب اتجاهك للتمثيل وشلون تم اختيارك حق مسلسل الدايه؟ اي مسلسل الدايه انا اقول لكم شو الموضوع. صار عندي لقاء كذي خفيف وعفوي مع الفنانه القديره حياه الفهد. الله يذكره بالخير ويطول بعمرها. فشافتني قالت لي انا ابيك يعني انت الكاريزما مالتك حلوه وكذي ابيك تدش في المجال. قلت لها والله سوزان يعني انا اتشرف اذا معاك انت، انا مطمن يعني اذا بدايتي معاك انا مطمن يعني. لأن الواحد يدور على البدايه، البدايه دائما يعني شيء مهم جدا في اي مجال. في مثلا انجليزي يقول اذا كانت البدايه صح النهايه تكون صح. اي طبعا اكيد. زين شنو هو بالانجليزي اللي بنعرفه؟ ما راح اقوله بالانجليزي. فعشان كذي الحمد لله يعني صار لي نصيب معاها في مسلسل داية. كنا نصوره يعني حتى كنا لا يعني احنا شوي لنا خبر سيء من داخل كنترول الحين يقصون علينا قلبنا ايش قام يرقع شيء لان الكويت خسرت 1-0 الحين قالوا لنا جول ثاني نقول لا هذا بس دعابه. ف الحمد لله دشيت معاها مسلسل داية وكان المسلسل لازم نسافر يعني في بس درست فيه ما شاء الله عليك الحمد لله. الحمد لله هو مع ان مساحته كانت يعني تقريبا اخر 10 حلقات لكن الحشوه مالته كانت حلوه يعني مو عن الكم عن الكيف. اي طبعا اي طبعا يعني انا في الدايه كان عندي دور ثاني اصلا مو هذا الدور لكن لما رحنا هناك قريت الدور عدل والمخرج اياد الخزوز يعني الله يذكره بالخير مخرج متالق وام سوزان شافوا ان تركيبتي ما تلوق على هالدور طبعا ما ابي اذكر شو كان الدور منه لكن قعدوا وتفاهموا معي وهذا تناقشنا قلت لهم انا ترى عاجبني هالدور اللي هو دور فيصل يعني فتح الباب اطق ابو زوجي ويطقني يعني هذا فتح الباب شري ويعني هذه من ضمن الاحداث اللي مكتوبه فيجذبك يعني يستفز المشاهد وانا ابي هذا ابي هالشيء انت تبي يعني الانسان هذا اللي راح يبرز هذا اللي بدا كذي ليش كذي مستفز بالضبط يعني انت شنو تفضل شنو الادوار اللي تفضلها انا افضل الشيء اللي فيه شغل بغض النظر هو كوميدي هو شري هو طيب اهم شيء يكون فيه شغل ما يكون فلات ما تحس ان الكوميدي لازم تكون انت صدق في كاريزما الكوميديا لانه شيء وايد صعب اي طبعا اي طبعا سبحان الله يمكن الناس تكون تحبك بس لما تروح تسوي شيء كوميدي خلاص الناس كلهم يوقفون يقولون لا صح ما يمكن يعني انت ما مثلت كوميدي طبعا لا هو داية كان جزء هو كان عباره عن تركيبه بالشخصيه اضحك وابط شبدك بنفس الوقت شري بس يعني في كوميدي مثلا طارق العلي اي اللي هو اي الكوميديا يمكن اخاف لما تروح صوبها ما تخاف انه يمكن الناس ما تتقبلك فما تجازف وتسويها لا لان ولا تسويها وامرك لله انا اقول لك شغله الحين حتى البنات على مستوى الطبخ لما تطبخين الطبخه قبل لا تكفلين الطبخه او مثلا تسكرين عليها وخلاص بوقينها انا جربت الكوميديا لقيت انه في رد فعل جميل جدا من الناس يضحكون يقولون تضحك لو تبط جبنه بنفس الوقت لانك شري بس شري على الضحك فهذه انا لما لقيت انه في رد فعل جميل من الناس لا حاطها براسي يعني خلاص يعني الحمد لله اذا يالك دور فيه كوميديان انت شنو المسلسل اللي يعني ودي اعرف فضول شنو المسلسل اللي مثلته حسيت ان شخصيتك فيه هي انت للحب زمن اخر هذا للحين قاعد يتصور ولا لا هذا تصور وانعرض و بالفترة الحالية قاعد ينعرض على احدى القنوات الكويتية بعد. زين ما شاء الله عليك شفناك ممثل يعني باللهجة الكويتية بالتراثية وبالكوميدية وبعد شفناك مقدم برنامج صح شفناك برنامج الميدان على ما اعتقد أيوة على قناة العدالة على قناة العدالة كان صح. برنامج مسابقات يعني وقتها تقمص شخصية وايد حلوة وايد يعني حبيناك فيها حبيبي الله التجربة هذه شلون صارت وليش ما تتكرر؟ لأنها كانت ب 2010 السنة طافت أقول لك شغلة طبعا هي توجهات قناة القنوات لو تلاحظ معظم القنوات وقفت برامج المسابقات مو بس برنامجي الحمد لله يعني جت على حظ اي عشان لا ترد على راسي يقولون اي هو معناته لا كل القنوات ما بيأثر القنوات طبعا
بس فيها جوائز وفيها مصاري. القنوات المحلية كان فيها برامج ومسابقات واضحة جدا، ما أبي أذكر شنو أساميها وهذا، لكن وقفت، مو وقفت لأنها سيئة، ولا أنا وقفت لأني سيء، ولا برنامجي وقف لأنه سيء، لكن هي توجه إعلامي من القنوات. حسوا أنه لا، في خطوط جديدة ممكن تتقدم. البرامج هذه مات المسابقات صارت يعني ستايل المشاهد خذ عليه، يبون شيء جديد فقاعد يفكرون بفكره جديده. وانت قاعد تفكر معهم بالفكره الجديده ولا والله انا لا لا، المسابقات اذا ما يكون للامانه يعني اذا ما يكون شيء ثقيل ويستحق المشاهده ما راح اقدمه. يعني ما تبين مثلا مسابقات اللي فان واضحك وما ادري شنو، لا تبين المسابقات اللي مثلا تكون ثقافيه، خلي يكون معلومات اكثر، خلي يكون فن بس يعني تفيد الناس، في منها فايده. خلي اقول لك شغله، يعني انا المفروض اكون انسان ذكي في 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 الاختيار اللي انا اختاره. صح، اعطيتوني برنامج انتم يا القناه، اعطيتوني برنامج تعال قدم برنامج حلو زين، بس لا تلومني بعدين. انا الحمد لله ما لمت، بس يعني في غيري انقال، قعدت انا مع اكثر من مقدم برنامج كانوا يلامون ليش؟ والله ما كان في متصلين وايد. طيب انت شوف مقابل الاتصال، شوف جوائزك شنو؟ صح، شوف دعايتك حق البرنامج بالضبط شنو؟ وين قاعد تنزل بروموشن البرنامج انت؟ اذا بس بالقناه شنو انت بتجذبني انت عشان انا ادق عليك واشارك وياك؟ فانت انت لما تقول والله ما في اتصالات وايد، طيب ليش ما في اتصالات وايد؟ شنو قيمة المذيع؟ ما أعلى أعلى جائزة عندك شنو؟ عطر؟ يعني عدل مثلا لا يعني المذيع ما له شغل بالموضوع، ما له شغل طبعا بالموضوع. لا هو لا دور، طبعا لا دور وقت اللي المشاهد يقعد جبالك ويطالع الحلقة اللي هي الساعة اللي أنت مسؤول عنها، لكن قبل هذا شي يصير، هذا يسمونه إعداد، إعداد إعلامي وتسويقي حق البرنامج. فهذا اللي يعتمد عليه الاتصالات على البرنامج. ياما في برامج ما بأقول محلية، خلينا نقول عربية، للأمانة حشوة البرنامج جدا بسيطة وما فيها من الواو، لكن ربحوا ليش؟ لأن في جوائز تسوى، وفي جوائز الناس ليش تدق؟ أنا وياك ليش ندق؟ إذا جوائز حلوة كيف بدك أنا ليش أدق؟ لما تكون جوازك آيباد وآيفون وما شو ما تدق؟ لازم تدق. محمد اسمه برنامج مسابقات. صح، اتسابق انا على شنو؟ انا اتسابق على شنو بالضبط يعني؟ يعني طالع انت مثلا المبدع جورج قرداحي عنده برنامج مسير يربح المليون، منو ما كان يتابعه؟ حتى اللي ما قاعد يشارك فيه قاعد ببيته ويتابع. بس شنو لو تجي تقول لي جورج قرداحي، جورج قرداحي كان يقدم معلومات بلس الجوائز اللي موجوده، يعني برنامج هادف من ناحيتين. اي طبعا، من ناحيه الثقافه يعني في وايد اشياء تعلمتها من البرامج الثقافيه، سواء بركات لوقيان سواء جورج قرداحي، احب اتابع برامجهم لانه يفيدك جوائز ويفيدك هم ثقافة عامة. أكيد هذا شيء حلو. طبعا طارق الكندري أنت مثلت بفيلم. أي صح، والفيلم قاعد يتمنتج أتوقع حاليا، قاعد يتمنتج حاليا، وقف فترة يعني لظروف إنتاجية ولظروف يعني تنسيق. شنو الفيلم راح ينزل بسلسكيب ولا ما راح ينزل بسلسكيب؟ فيلم قصير فيلم طويل؟ ليش عليه حكي صار؟ حكي مو حكي يعني، صارت بعض الأمور يعني احنا اللي عرفنا انه منعوه وردوا. لا 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 ما منع، لا ما منع، لا لا ما منع. هو حاليا بالفترة هذه كان في فترة المونتاج. المونتاج اوكي. اي والحين والله انا سمعت من المنتج يعني انه هو فيلم قصة حب رومانسية. قصير ولا طويل اول شيء؟ لا لا طويل. طويل. طويل اللي هو من ضمن الباقات اللي ينزل في شركة السينما. انا وابراهيم دشتي خطر تمثل معنا، يعني مجموعة حلوة من الشباب. في نوع من الكوميديا. في اي طبعا. اي لان انت تقول ابراهيم دشتي وخطر يعني في الكوميديا. اي ويانا هدى ابراهيم بعد. حلو تركيبته حلوه اللي هي نظام الافلام الجديده. فيلم فيلم يعني اذا شفناه راح يرضي المشاهدين. للامانه انا ما ابي اجامل يعني، انا من النوع اللي صريح ومرات صراحتي تزعل، بس لا الفيلم فيه خطوط حلوه يعني، فيه خط درامي، فيه خط اكشن شويه، بس مو الاكشن اللي نطير بالهواء لا قصدك يعني مو نفس الافلام الهنديه اللي انا احبها. زين فنان ابراهيم يعني بما انت طارق من ابراهيم، ايوه بما انت معانا يعني ابراهيم اي بما يعني بالمعمعه الفنية خاصة كتمثيل، ايش رايك بالسينما الكويتية؟ السينما الكويتية يعني كأفلام قاعد تنتج حاليا. أنا أقول لك شغلة يعني ما في أنا شيء أي والله لا مو عجبتني يعني شيء يزعل، ما في يزعل، ما في يزعل يعني الكل يعني يقول كلمة واحدة بس يا بحر ماكو بعده، أنت مع هالشيء؟ مو ماكو بعده، في محاولات، احنا خلينا نقول بس صح، في محاولات، محاولات بس كانت محاولات ما ارضت جمهور الكويت. ما ارضت جمهور الكويت، يبي يعني جمهور الكويتي يبي شيء يرضيه. مثلا لما اشوف افلام هوليوود
حتى افلام هوليوود مو كلها قاعد تربيط. ميمي مو شرط الفيلم يكون نفس ما قال اطير واسوي هذا فيلم ان انا اشوفه بس اني انا ارتاح انه صدق في فنانين في كوكب فنانين يعني الوان فيلم تصوير فيلم طبعا.